مصر تقترب من اكتشاف مقبرة في الإسكندرية يعتقد أنها لأهم وأشهر حاكمة في تاريخها، ولكن قبل أن نعرف لماذا يمكن أن يغير هذا الاكتشاف التاريخ، لابد من معرفة من هي كليوباترا. ولدت كليوباترا السابعة في يناير عام 69 قبل الميلاد، وهي الابنة المفضلة لحاكم البلاد وقتها الفرعون بطليموس الثاني عشر من سلالة عائلة بطليموس التي حكمت مصر لـ300 عام، وحكمت اليونان التي أسس لحكمها الإسكندر المقدوني العظيم. تعلمت اللغة اليونانية قراءة وكتابة ومحادثة، وتميزت عن عائلتها بتعلمها اللغتين المصرية واللاتينية. ورثت الحكم بعد وفاة والدها، وكانت بعمر 18 مع شقيقها بطليموس 13. في ذلك الوقت كان الزواج بين الأشقاء أمرا عاديا، فتزوجت أخوها ابن العشرة أعوام وتشارك في الحكم. ولأنها كانت أكبر سنا استطاعت كليوباترا الانفراد بالعرش، ولكن أخوها سيطر على قصر الحكم لاحقا وطردها منه، ونصب نفسه فرعون مصر الوحيد. بعدها وصل أول الأباطرة الرومان يوليوس قيصر لمصر. في هذه الأثناء تسللت كليوباترا لداخل القصر وطلبت مساعدة قيصر ليعيدها للحكم، فمصر وقتها كانت تحت وصاية الرومان، فاستجاب لها وهزم جيش شقيقها البطلمي في معركة النيل. وعادت كليوباترا للحكم مع شقيقها الآخر بطليموس الرابع عشر، وبعد وفاته مسموما بعمر 15 تشاركت الحكم مع ابنها المختلف عن نسبه بطليموس قيصرون، والذي اعترف به يوليوس قيصر ابنا رسميا له. وقبل تشاركها الحكم مع ابنها، كانت كليوباترا زارت روما وعاشت مع قيصر في أحد البيوت الريفية، ولكنها أرادت رغم حبها لقيصر أن تبقي مصر بعيدة عن نفوذ روما، فقامت ببناء اقتصاد قوي لبلادها. بعد وفاة قيصر عام 44 قبل الميلاد، ظهر في حياتها القائد الروماني ماركوس أنطونيوس عام 41 قبل الميلاد، فوقعت بحبه وتزوجته، وشكلا تحالفا من الجيش المصري والروماني ضد أوكتافيوس الذي حكم روما بعد وفاة قيصر، لكن جيشهما هزم وتراجعا لمصر. وبعد فرار أنطونيوس حاول قتال أوكتافيوس مرة أخرى، لكنه أدرك أنه سيقع في قبضته، وتردد على سمع أنطوني أن كليوباترا ماتت فانتحر. وعندما سمعت كليوباترا بذلك انتحرت ودفنت معه بالإسكندرية. ولكن الواقع لا أحد يعلم ما هو حقيقي وما هو أسطورة من هذا التاريخ، لذلك يمثل عثور الباحثين على المقبرة العثور على كنز من المعلومات التاريخية. فكل ما يعرفه العالم عن كليوباترا مأخوذ من الروايات اليونانية والرومانية المتوارثة، واكتشاف المقبرة قد يكشف وجهة النظر المصرية التاريخية، وبالتالي حقائق عن طبيعة حكم السلالة البطلمية وتأثيرها في الثقافة المصرية وشخصية كليوباترا وفترة حكمها، وستكشف سبب وفاتها وشكلها وجيناتها الوراثية والعرقية.